أستاذ جاسم، أنت يعني من المهملين يقولوا للوقت لو تهتم هواي بالوقت. لا بالعكس، وقتي يعني بالعكس أحب وقتي. جميل. وحريص عليه. جميل. لو يعني من اللي ما تنطي وقتك، ما تحرص أنك يعني لمن لا تعطي دقيقة من وقتك، ما تباوع له؟ ما أنطي لحظة من وقتي. الله، السياسة. السياسة ما عاملها. نعم. ميمي ولا أسمعها ولا لي شغل بها. شاجة بعد العراقيين يموتون على السياسة. أكثر برامج تذاع عندنا بالفضائيات هي السياسية. أي وعد، أنا ما أحب السياسة. الله يعينك. نعم. زين، اللي تنطيه دقيقة من وقتك. عائلتي وبيتي وأطفالي. استاهلوا. أكثر الوقت إلهم يعني. أحفادي مثلا. مر عليك وقت حسيت بيه أنك مظلوم؟ مظلوم؟ أي. والله احنا العراقيين طول عمرنا مظلومين. مظالين. ان حياتنا كلها ظلم. حياتنا كلها ضيم وقهر وهذا. بس ان شاء الله احنا نتفاعل بالخير وان شاء الله نشوف الخير. بعد إن شاء الله. بعد الوقت اللي مرت به الدراما العراقيه ووقت ركود، تعتقد الان اجى الوقت اللي ترجع به للواجهه من جديد؟ والله متفائل استاذ، يعني متفائل حيل بالمئة مئة متفائل انه ان شاء الله راح الأمور تختلف وإن شاء الله الفن راح يصير يعني هي وهسه بوادرة بينت يعني. جميل. إلك أعمال أنت بهاي الفترة؟ والله عندي لقاءات بصراحة. نعم. وعندي مسرحية بالعيد، أول يوم العيد. من تأليفك لو من تأليف؟ لا، تأليف الفنان ذمر الشطري. جميل. شنو الوقت اللي يعني اللي تشعر به أنه راح سدى من حياتك؟ والله هو ماكو إنسان ما عنده وقت ظرف بحياته يعني راح من عمره وراح انتهى بي. اللي راح من عندي هواي، والله هواي يعني شو اقول لك، ثلاث اربع قصة حياتي راحت بلاش حالي. نتمنى نعيدها من جد وجديد حتى. لا بعد ما بي مجال. اي بعد ردنا حاولنا قالوا ما بي مجال. الهدية، نرجع على محور الهدية في حياة الفنان جاسم شرف، شو كنت حصلت اول هدية بحياتك ومن منو كانت؟ والله أول هدية هي قلت لك مال جائزتي. لا مو جائزة، هدية. ربما تكون الهدية من السيد الوالد، من 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 الوالدة بتشجيعك بالفن. المسرح أعطوني هدية يعني. يعني لا، الجوائز حكينا عليه، بس أنا أقصد الهدية لما كنت يعني أنت بعدك تب الدراسة. هدية من عائلتي ما حصلت يعني. حتى ولا بايسيكل؟ لا، ما كان بالعكس، كان والدي جدا قاسي، كان إذا يعطيني هدية يقتلني. ليش؟ هو صعب، كان والدي جدا صعب يعني، وكان ضدي يعني ضد هوايتي. نعم. ما يتمنى اصير ممثل وفنان. عانيت وياه سابقا بال 1967 كنت كورس بركن الهوات. نعم. فكان وكان الله يذكره بالخير او اذا عدل يعني المقدم كان مالته كمال عاكف. نعم. فكنا نطلع بالتلفزيون يعني، كان صور بالكورس اني وفاضل عواد وسعدون جابر. نعم. وعارف محسن، ذولا كنا احنا بالكورس يعني. نعم. بعد ولا واحد صاير مطرب. صح. فاحنا نطلع الجمعه ونطلع الاحد، فكنت كل ما اروح للتلفزيون كل ما اطلع بالتلفزيون كان ابويا يقتلني. شو تروح تطلع بالتلفزيون؟ تي تشهرنا تطلع بالتلفزيون؟ هاي تالي عمري جدا كثر يعني. وكان ينطونا دينار بالتلفزيون. اي يعطونا دينار وخلاص. دينار. واعطي لهم الدينار وتشتري لنا ملابس وادين اصدقائي بالمدرسه بهذا الدينار. جميل جدا. شلون تطلع بالتلفزيون يقول احنا؟ هل اهداك احد معجبيك هديه؟ يعني كجمهور والله. نعم. يصعدون باقه ورد يعني على المسرح، من تخلص المسرحيه يصعدون باقه ورد. ورد اجمل هديه. نعم. باقه ورد وياها بوسه. هو الورد اثمن شيء. بوسه حريمي لو رجال؟ يجيب لك قابل يصعد لك كنتور على المسرح. اكيد ورد. اي باقة ورد وياها بوسه. احنا عندنا الورد في الشيء يعني. جميل. الورد ما فيها. هذا حب الجمهور. صحيح. ايه. وحب الجمهور وحده هديه. اي وحده هديه. حسيت مره جتك هديه وسوت لك مشكله مع الاهل؟ لا لا. من معجبه او هكذا؟ معجبه؟ اي. اي معجبه اكيد يعني. اخو اذا صعدت بنيه واذا باقت ولد وصعدتها. نعم. تعلق ثاني يوم. ايش مدريها؟ ها؟ ايش مدريها المره؟ يوصل الخبر بجوزيه قاعده. يوصل الخبر. الله يخليكم البعض. يا احنا ممثلين شعرين احنا قبل ان نعرفها، انا ما اعرف هي صعدت. صحيح. وباقت ورد وباستني وباقت ورد. لا، اي جزئيه على البوسه مو على الهديه. نعم، جمهوري وناسي واهلي. الله يخليكم البعض.